الزيت ديال راس اوفو ها راس اوفو موقع الكتروني في العريش كنا غادي نقوم نديرو واحد الجوله وانت كتعرفنا بالتحف اللي عندك هنايا تفضل زيد طبعا قول لي بالنسبه لهذا بالنسبه لهاد التحف هاد اللي عندك هنايا التحف هادي احجار يعني جبرتها في صحن المنطقة واكتشفتها عجبتني فيها جمالية وفيها تاريخ نعم المنطقة اللي خرجتها منها المنطقة ديال كلها كلها يعني بنيسف بنيس جماعة يعني بنيسف يعني اقليم القصر وجماعة القصر الكبير جماعة كلها ولكن فوقاش بديتو يعني فوقاش بدات التجربة ديالك مع هاد اكتشاف هاد الأحجار هادي شمن عام بديتي؟ 2006 2006 كيف جا الاكتشاف ديالك هاد النوع ديال الأحجار وداكشي؟ هي أحجار يعني كريمة يبغي نقولوا أحجار سيفساء وأحجار لوحات 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 هادي مصنوعة عندي من الأحجار اللي هي يعني معدنية يعني بريد أحجار مغناطيسية احجار يعني تخرج من باطن الارض طبعا كيفاش الاكتشاف ديالها بالصدفه او ان انا يعني خص حياتي هذا الشيء هذا انا تخليت انا بزاف الحاجات واول مره كتبت انا والفت عاد مشيت هذا الحجر عندك تعريف وداك الشيء شنو هي التعريف اللي عملتيه؟ عندي ثلاث ديوانات الاطار طبعا الاولى العنوان ديالهم الدواوين اللي عندك؟ عود المغرب العنوان الثاني الولاية المغربية للصحراء والتحبيب والديوان اللي طبعته من الفنون المالي وهو أمجادي الوطن الشجرة والحب الصغار وفقاش بديتي تجربة الكتابة ديالك ديال عندك كتكتب الشعر الجزائري ولا الشعر كندير الشعر الحر كندير الحكاية كندير المسرح كتابة مسرحية يعني كندير بزاف الحاجات باقي ما تفرقناش الظروف هكا لأن أنا كنسكن في وسط الغابة وعندي خلاف مع الأسرة وهي السبب اللي خلاني نخرج من السبب 2006 نعم وبالنسبة لهذ الأحجار هذا أنت كتقوم بالنحت ديالها؟ أنا ما كنحتاش كتستخرجها هكذا؟ هي هكذا في القصر ديالها؟ أنا خرجتها هكا قرن او شي حاجه جيولوجيه انا هذا الشيء اللي عندي راه هو جيولوجي يعني خصو علم الجيولوجيه وهاد دي اول مره كتعرض هنا في مدينه العرايش اول مره كنعرض هنا واول مره كنخرج من الغابه في قصر السنه الدارية العامه عليك كلف 13 سنة بديتي في 2004 قلتي؟ 2006 2006 يعني دابا 13 سنة كنت كتابة وكتبت والتجأت للحجر ومن بعد التجأت ندير لوحات وندير هادي وندير يعني ما بغيتش نقام المهم ربي سبحانه وتعالى نعم علينا بالعمل دابا هادي الشكل ديالها طبيعي ما خد لا النحت لا والو ما عجبتها حتى شي تغييرات هادي احجار طبيعية يعني مخطورة عندي انا كنعشق الجمال و كيعجبني ولكن هي ليها أهمية يعني باطنية فهمتيني ليها أهمية باطنية يمكن تكون فيها شي حاجة أنا شي شوف أنا شي أنا في الصورة ما تلقاش رسالة ما تعرفش نمس به وحدي مع أمي تا واحد يعني ولكن أخيرا جبتو واحد المكان اللي هو كيستحق نجي له أول مرة وثانيا أنا قلت لهم هما غادي يفهموا هادشي اللي كندير أنا شنو هو وهذا هو السؤال اللي لابد واللي كيبغي يعرف الانسان هو من الناحيه العلميه يعني القيمه العلميه ديال هاد ديال الفوسيبيا زاد واش بحثتي فيها يعني من ناحيه القيمه ديالها العلميه هذا الشيء علاش جبت انا هنا هذا الشيء علاش انا دابا هنا في وزاره
القضية باش الدولة تدخل تعرف هادشي مثلا واش يعني عنده عند يعني هو أكيد غادي يكون يعني يعني شنو نقول لك ارتباطية مرحلة زعما جيولوجية مثلا في بطن الأرض نعم من خلال المعرض ديالك جاو عندك بعض الأساتذة إما مهتمين بالجيولوجيا جاو عندي شيء يعني من انطباعات ديال الناس اللي زاروا المعرض أكدوا لي ها الناس اللي زاروا الانطباع يعني من الناحية العلمية شنو هي الانطباعات ديالهم؟ أنا ذاك يعني غير الناس اللي هاوهم دابا ماشي يعني راح رسمي الناس اللي هاوهم اللي هما مثقفين كيقولوا هذا الشيء راه يعني راه مهم بزاف والشهادة ديالهم هي عندي أساتذة وناس مهمين ثقافين كبار يعني كيشاهدوا بان هادشي اللي راه السوق هادي راه مدرسة هادي راه مدرسة ان شاء الله حنا نعلموها للتلاميذ نعلموها للمدارس هادشي انا ما بغيتش يعني القيمة العلمية والفنية كذلك حتى بالنسبة للنحت اللي مسميين بالنحت يمكن يستافدوا من هاد التجربة ديالك انت طبعا انا هادي لوحة ديالي عندك بعض اللوحات هنا هاد اللوحات هادو ديالك هادو ديالي بقاش بديتي التجربة ديال الرسم عندك هنا تجربة أخرى يعني دخلتي فيها كنلاحظوا بعض الحيوانات والطيور يعني عندي تجربة أخرى ما بغيتش واحد يقول الدري ولا واحد الابن ديالي عندي تا هو الهواية الرسم ولكن درت بناء جميل وحاولت معاه باش زعما يرسم ما بغيتش المرأة يعني واحد العصر اللي كان فيه رونق المرأة وهنا كاين شي يعني هادو في عالم الجمال والحب والجمال لازم يكون كل شيء متساوي القلة كنت لقيت واحد الفلسفيس أسد كيشرب من القلة ودع لي وضفت وانا هنا لأن القلة هي رزم هي رمز الزمن والحر دائما يشرب من مائها ومن ذهبها القلة بمعنى هي الخارة يعني كيشربوا فيها يعني إما كيعملوا فيها الماء ولا كانوا كيعملوا فيها العسل كيعملوا فيها أي حاجة كتصلح كل شيء بحال القدح هو بالعربية القدح كتصلح الذهب القدح إما يستعملوا لكنز الذهب أو لوضع مثلا بعض أخص بالنسبة للعسل مثلا أو الأسباب الزبائن مثلا أنا نقول الزبدة ولكن اللي كان الفلس يعني درت حالو دعني ولقيته منه نعم فيه دائما الفرحه اذا هذه هي القله هي هذه ها هي وكنلاحظوا كاين عندنا الاسد تما ياك وشنو علاقه الاسد مع ديك القله الاسد هو الانسان الحر هذا الوطن دائما كيشرب من الماء نعم الاسد هو رمز القوه هو رمز القوه رم يعني كذلك يعني السياده كيسود يعني في المكان ديالنا احنا لينا عندنا نخل عندنا صحراء والنخل واللي كيتسال الانسان هو مثلا شنو هي المواد اللي استعملتها في هذه اللوحات هذه لان كنلاحظوا بعض مثلا الفسيفساء استعمل بعض الالوان اشكال من الطبيعه واش كتستعمل من الطبيعه طبعا هذا الحجر هذا اللي هو من باطن الارض كنحيد داكشي اللي ماشي صالح فيه وبيه في الصعوبه هذه يعني ما اليوم الا الحجر الاخر هذا الحجر المغناطيسي وهذاك الحجر الثالث الذهب الحجري واشياء اخرى يعني اللي كان موظفها هذا هو بالضبط باش مصاوبين هذه اللوحات هذا الحجر هذا وشنو كتطلبي الناس يساعدوك مثلا في هذا اما مثلا تعمل شي محل ديالك او تعمل شي اتولي مثلا شي ورشه خاصه بك انت ما تشتغل فيها يعني شنو باغي انت بالضبط انا عندي ارض في الصغار وعندي ماء وعندي طريق وعندي مبادره ديال متحف تقليدي وثلاث عامين توصيل ما طاوليش عليها اضطريت باش نخرج ما غير نوري للناس نوري للمجتمع لان عندي شي حاجه ما كنتش واخا هذا المشروع هذا لمن تقدمت به هذا المشروع المبادرة ديالك اللي بغيت تقولي مشروع مبادرة يعني الدولية الثقافية هنا داروا معايا شراكة مع شراكة مع المبادرة الوطنية وما يشتغل توصل على ذلك باش نعرف أنا فين عندي كمية فين دافع عليه ما عطاوهاليش يعني بحال يعني صافي دير واحد خور وانتظر فيني يعني أخرى ولا عشرة يعني هذا هو اللي فهمت انا فوقاش تقدمتي بالمشروع شنو سنه تقدمتي سنتين يعني في 2017
30 درهم يمكن. انا عندي واحد الملف هنايا في هذا الشيء يعني، ولكن طب التاريخ ما داروا ليش يعني طبعوا لك في المشروع تقريبا في ديال شخص مثلا في المال مقابل تقبل المبادرة ديالي. اما الكتاب ديالي سبق اخترته وزارة الثقافة وتوزع 21 من دولية في المغرب كامل، وانا ما عطاونيش حتى الراديو نمرة 6 كيف سمعوا المواطن الاعلام للجميع الاعلام للمواطن. هذا الشيء غير كما العاده يعني غير واحد الرواج يعني احنا ممكن من اجل الاستهلاك الاعلامي فقط، اما بالنسبه للمبادره يعني لم يتم الاهتمام بها يعني، وما عطاوكش حتى طبعوكش حتى التاريخ يعني الطبع مثلا الرسمي طبعوك في الوثائق ديالك بانك توصلوا من عندك بالمشروع ديالك. يعني هم قبلوه ولكن ما عطاونيش باش انا باش يبقى عندي مثلا واحد السند نعتمد عليه. يعني كان هما يقول لي هذا كتخرب قال ما السند باش عندي كان عندي من بيدو انا يعني دابا اللي غادي نلحق انا هو استخدم مضطر باش يهود معايا قال لي هود معاك انا العمله إذا تم قبوله يعني خص يتفعل المشروع، وكان ممكن توقع مثلا لأن توقع إما شراكة أو إيش من نوع ديال خسرتي بين المشروع إما شراكة أو أنت كجمعية باش خديتي أنت كاسم شخصي أو جمعية كشخص عملي فردي عمل فردي إلا واحد معايا بني إذا هذا هو المسألة بأن المبادرة كتقبل المشاريع ذات طبع إما تكون في جمعية أو أشخاص ذاتيين يعني خص تكون عندك تعيين تنظيم. تم القبول بشكل كتابي يعني توصلت يعني بالقبول ديال المشروع ديالك؟ ماشي شفويا يعني واش تصلتي بأي شكل من أشكال المبادرة اللي تقبلت هو هو شنو خصك؟ قلت لهم انا شنو خصني؟ هذا هو اللي كان يعني باش يمشي عندي ما عملتيش شي تذكير بانك انت تقدمتي بمشروع وتم القبول ديالو يعني ومازال ما عملوا معك حتى شي اما توقيع ديال الشراكه او شكل من الشكل اللي درتي به. دابا انت اش من الطريقه اللي عملتي به؟ واش ان انت غتنفذ المشروع او انك ستنفذ المشروع بشراكه مع وزاره الثقافه؟ وزاره الثقافه هذا المشروع اللي عطاوني هما قبلوا هذا الفتره ديال السيد الوزير الفترة بين العمل والمبادرة واتحاد تم المغرب جاوبوني وحدين دعم الكتاب هما اللي جاوبوني يعني قالوا لي خلاص خلاص والبقية خرجت المبادرة وعيطوا لي دار لي شراكة ما كيكون. والمشروع شحال التكاليف ديالو درتي مع انه كيكلفك المشروع؟ انا درت ابسط حاجة يعني درت يعني شي حاجة اللي هي بسيطة هي مش يعني ندير واحد المحل اللي ندير فيها الاحجار ديالي ونمشي لهم مثلا ممكن نديرهم ونصور لهم الشاج والمساحه ديالي نصور فيها الناس فين يلبسوا فين نجيب الضيوف. علاش ما قلبتيش مثلا انك تعمل شي متحف خاص في المدينه او في يعني باش يكون متوفره المواصفات والشروط يعني باش يمكن يساهم في الاشعاع ديال النشاط ديالك، انك اخترتي انك تعمله في المحل ديال السكنه ديالك في الباديه؟ لا هو ماشي المحل ديال السكنه ديالي هو اللي عملها هي المنطقه. انا باغي نجرب الناس التلاميذ الاطفال يطلعوا للجبال يشوفوا الغابه يشوفوا الطبيعه يعني يمشيوا. اذا خصك انت يكون عندك عمل مردوديه واثر اقتصادي وسياحه ديال على جماعه المجتمع ديالك. جماعه بالضبط. انت في قله واش في قله بالذات ولا قله خارج قله؟ في وسط الغابه. شنو البلاصه بالضبط؟ ارضي كيقول لك ارض الميزان. ارض الميزان. الميزان يعني الزوار ولا شنو؟ هي معروفه ارض الميزان. ارض الميزان والملي عندي تقريبا من عمر سنتين فوق من 100 ميل. ومحسوب على شي دوار هذه؟ يعني مكادي. الاصل ديالي من مكادي. يعني الدوار سميتو مكادي؟ الاصل من مكادي الميزان ولكن انا كنكون في وسط الغابه بوحدي. واخا. اذا شنو هي الصعوبات في الحقيقه اللي تلقيتيها يعني باش تطور المشروع ديالك؟ انت دابا تقريبا دابا قلتي 13 سنه وانت كتخدم في هذا المشروع، شنو هي الصعوبات اللي تلقيتي؟ لا دابا من الجوع من القهر من تهمولي بالحمق حقوقي هي كامله يعني المخزن كيقول هذا حمق المجتمع كله كيقول هذا حمق يعني حقوقي كلوهالي يعني فين ما مشيت ما كنقلبوش تهموني بالباطل. واخا اذا مازال ان تهموك انت يعني هناك
لا بغينا نقولوا على الهويه ديالك انت باش تقدم نفسك يعني كما انت شني السميه ديالك بعدا بوغالب العسري بوغالب العسري بوغالب العسري والعمر ديالك؟ العمر ديالي قلت 63 سنه. نعم وشني يمكن تقول للناس اللي ما كيعرفوكش يعني اللي الناس اللي ما كيعرفوكش؟ نعم إذن العسري بوغالب اختصار يعني هو بنو منطقة مكادي بجماعة القلة يعني عبر على الهوية ديالو هوية ديالو هي هذه اللي كتعرفوها أن عنده هو ماشي شخصية يعني كما كيتم الوصف ديالو وفعلا يعني الناس اللي ما كيعرفوش المثقف القيمة ديالو كيبقاو يطلقوا عليه شي حالات وكيليقوا به يعني أنه يمكن أن يعتبر نفسه مجنونا يعني ديال الثقافة لأنه أبرز الهوية الثقافيه ديال المنطقه اللي كتزخر يعني بهذا الموروث يعني نبغي نقولوا العلمي والاركيولوجي يعني المدينه تحتوي على كنوز يعني ديال التراث والفسيفساء اللي شفناهم والتحف اللي هذا وهي طبيعيه يعني مخلع لهذا ما دار عليها حتى شي تغييرات يعني ولا نحت ولا شي حاجه ويمكن ان يستفيد منها اهل العلم واهل الثقافه وكذلك الفنانين النحاسه الى اخره ويمكن يطور بها يعني أداة باش يطور بها المنطقة ديالو. طبعا هذا هو الأهم هو المنطقة ديالنا اللي تعيش واحد الوضع يعني خطير وقبيح مسؤولين يعني الاهتمام ديالهم كله ما بين يعني أباطرة المخدرات والسند لصحاب يعني اللي عندهم المال يعني خدمة اللوبيات أما المواطن ما كيدير إلا اللي يديه الحبس. أو يوكلوا شي سطور أو شهرين فقط والبقية تضغط عليه من نعم إذا ما دام أنك ما لقيتيش المساعدة من الجهات اللي هي مختصة يعني وهناك يعني بغينا نقولوا عراقيل تلقيتيها في تنزيل المشروع ديالك يعني واش ما يمكنش تقوم بمبادرة نساء فردية وتساهم يعني في إشاعة ديال هذا المشروع ديالك في المنطقة ديالك من غير المساعدة الخارجية يعني من أي جهة؟ هذا الشيء اللي كتشوف دابا حاليا فهو غير من المساعدة لأي مخلوق شي كتاكل عراقي ما عاوني حتى شي واحد ما يشوفوش يصوتوا أنا نفسي إذا هذا هو أهم حاجة وما نقدم ما لي ما نقدم ندير سلك هذا هو اللي عندي من أكثر من الشيء هذا يعني أنا المبادرة أنا ساهمت أنا بطلت يعني كنتظروا يعني الناس الشرفاء اللي يسمونا من أي جهة حنا كنقلبوا نبحثوا على البديل المنطقة ديالنا محتاجة البديل محتاجة السياح محتاجة الثقافة محتاجة الوعي خصنا أسر الجماعة المقيمين يعني كنتهموا بالضعفاء كيخلطوا كيهدموا الفتنة وكيوهموا يعني كنشوف أن الناس كتعيش من وراء الفتنة المجتمع هي المصالح ديالها في الفتنة وهو ما تبقى على حالها لأن هما المستفيدين من كل حاجة. في كلمة أخيرة أستاذ العسري في كلمة أخيرة. كلمة أخيرة كنشكر الأحرار والناس الطيبين اللي زاروني وأيدوني وعطوني يعني ساندوني كنقول لكم معنويا كثيرا وكنشكرك حتى أنت وكنشكر المندوبية منطقة المبادرة باش نحضر واخا كان قليل من التسير ولكن ما كانش أنا مغاربة نستضيف الشاعر بوغالب العسري الذي أصدر ديوان أمجادي ولو كذلك مخطوطات شعرية يعني شعره موثق يعني ويحظى يعني بحقوق الملكية وبالنسبة له التقينا على هامش معرضه الذي يقام بمندوبية أو بمركز الثقافي بالعرائش يعرض مجموعة من يعني التحف والفسيفسائية يعني من له تجربة يعني في الشعر وكذلك في الرسم إذا نبداو معاه التجربة ديالو الشعرية فاش بديتي سي بوغالب كتكتب الشعر؟ 2006 وكيف جيتي للشعر يعني أنت محب للشعر قريتي يعني الشعر لا علاقة كيفاش لا علاقة ما عندي شي علاقة أنا بالثقافة نهائيا أنا كنت رجل فلاح ومن بعد حياة صعيبة شوية بلاد ديالنا فيها معاناة يعني كثيرة في العالم القروي يعني في منطقة يعني في جماعة القلة طبعا كيعانيو من العرش معاناة يعني ما كايناش شي
واحد اللي يحب يوم الى الله سبحانه وصاحب جلاله نسال الله. نعم فقاش بديتي تكتب الشعر؟ بديت وانايا في 2006 بعد الصدمه اللي وقعت لي واحد الخلاف مع المجتمع مع الاسره ومع الاهلي وارتجعت الكتابه يعني كانت هي يعني تعبير على المعاناه اللي كتعيشيها. شي يمكن نقول يعني بديتي في 2006 دابا راكمتي يعني واحد التجربه. الديوان الاول ديالك صدر في 2010 يعني وحدة بواحد نعم تختار وزارة الثقافة نعم وتوزع على 21 مندوبية وانا ما عرفوا ميتين شي حاجة لحد الان شهادة تقديرية. نعم ديوان امجادي يمكن تكلمنا على الديوان هذا انت اللي كتبتي هذه التجربة هذه؟ نعم نوع ديال القصائد اللي كتكتبه كنقول فيه امجادي الشعر الحر. لا كنقول فيه امجادي الوطن شجرة والحب سقاه وروح ذكية والعطر حوال والغاية في الحياة ما هي يا بلادي غاب الصدق والنية والحيرة حاطت بيا طريقي خالية من العهد والتضحية ما قد غزيل ولا نوخر ولا نخدع للسخرية ما بقى فيه غير الحب ما بقى فيه غير الحب سجنات الكراهية والغنى والجاه. نعم إضافة إلى ذلك أنت تكتب الشعر الحر يعني قرأنا شيء مقاطع من الشعر الحر اللي كتبتيه. حبيبتي لم تكن ولا تأتي وليس لها وادي ذهبت في رحلة الصيف والشتاء ولم يعد يعنيها الرحيل أو البقاء وليس لها وادي فكل الأودية من تديها وادي. تبا لوطني لم أجد فيه نفسي ولا لمن أنتمي.